الشاطر والضيوف حضرتك وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. في هذه الاثناء معي واحد من الجنود المجهوله، مستر اليخاندرو، مخطط الاحمال في النادي الاهلي. مستر اليخاندرو، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. بطوله غاليه وتوجتوها بالفوز على نادي الزمالك في ختام البطوله. ganado el partido contra el Zamalek hoy. شكرا شكرا جزيلا. احنا سعداء جدا بالفوز النهارده وان احنا وصلنا لاهدافنا اللي احنا حددناها من الاول. الاول هي فوز بالبطوله، وثانيا الفوز بالديربي النهارده. مستر اليخاندرو، خليني اجيب الموضوع من البدايه. توليت المسؤوليه الجهاز الفني بحضرتك والمستر سباستيان ومستر لاسارتي، كان في كم اصابات كبير في النادي الاهلي، 17 لاعب مصاب واصابات عضليه. ابتديت تعالج هذا الامر وتبدا وتبني من جديد، وده كان امر صعب جدا. obstáculo que tenía el equipo. ¿Cómo? Simplemente con trabajo. ده كان عن طريق الشغل والعمل. Con organización. وبتنظيم شغلنا. Día a día fuimos construyendo. يوم بيوم بدأنا نبني. Una mejor condición física. حالة بدنية جيدة للاعبين. Igual creemos. واحنا بنعتقد. Que todavía el equipo puede dar mucho más. أنا أعتقد إن الفريق يقدر يدي أكتر من كده بكتير. على مدار السيزون اللي جاي المنافسة هتزود مستوى اللاعبين، وبرضو احنا هنزود مستوانا وشغلنا ان شاء الله. السر ده هو العمل، الشغل يوم بيوم. وفي نقطة تانية ممكن نبرزها، ان اللاعبين بيقدموا كل اللي قدروا عليهم، هم احترموا شغلنا وقدموا كل اللي قدروا عليه، وثمر ده هو اللي احنا شفناه النهارده. مستر اليخاندرو، في بدايه الدوري النادي الاهلي كان يعني بيوصل في الشوط الثاني للدقيقه 50 60، المعدل البدني بينزل او يقل. دلوقتي احنا بتنهي الموسم وبتفنش الموسم، واللعيبه واقفه على رجليها في ارض الملعب، وده امر مهم جدا. jugando con fuerza. Eso es parte del trabajo. ده جزء من شغلنا طبعا. Es el entrenamiento que estamos buscando. هو ده التدريب اللي احنا بندور عليه وبنعمله. La identidad del Ali. شخصية الأهلي. Es un equipo ganador desde el minuto cero. إن احنا نشكل فريق يكون فريق يفوز منتصر دايما من أول ثانية لحد آخر دقيقة في الماتش. La única clave está en el trabajo. وسر ده هو العمل. الحمد لله الاهلي بيبني الدوري، مفيش اصابات، ووصلنا في وقت من الاوقات كان بيوصل عدد الاصابات ل 17 لاعب وكلهم اصابات عضليه. Tuvimos casi 17 jugadores lesionados. ¿Cómo te parece eso? Bueno, el análisis que nosotros hicimos. التحليل اللي احنا عملناه. Estaba en que, bueno, la competencia era de un alto nivel. ان المنافسه كانت في مستوى عالي. Y los jugadores tal vez no estaban preparados para ello. واللاعبين ما كانوش جاهزين لده. لكن بيوم بعد يوم وبالعمل حصلنا على مستوى تنافسي وإعداد بدني جيد للاعبين. ده اللي احنا اشتغلنا عليه وهو ده السر. مستر اليخاندرو، معسكر اسبانيا كان ليه اثر بالغ على اللاعبين، وقدرت من خلاله ان تاخد وقتك الكافي، ان انت تبرز شغلك وتوجه بعض التمارين اللي هي تقوم اللاعب النادي. Existe algunos entrenamientos que han fortalizado físicamente los jugadores. Una pretemporada distinta. كانت فتره اعداد مختلفه. Porque teníamos que prepararnos para estos dos partidos. لان احنا كنا بنشتغل عشان خاطر نجهز كمان اللاعبين للماتشين دول. Por suerte. ولحسن الحظ. El trabajo que hicimos. الشغل اللي احنا عملناه. La entrega de los jugadores. وما قدموه اللاعبين. Hoy da su fruto. النهارده ده اتى ثماره يعني. Pero tenemos que seguir trabajando. لكن لازم نستمر في العمل. اليخاندرو، مبروك البطوله، مبروك الفوز. شكرا، gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a toda la afición. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع مستر اليخاندرو، مخطط احمال النادي الاهلي واحد الجنود المجهوله. كان لازم نبرز دوره ومجهوده مع الفريق في هذا اللقاء. كابتن اسلام.